السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بهذا الفيديو الجديد اللي راح نتكلم فيه عن أفضل هاتف من سامسونج حتى الآن اللي هو الجالكسي نوت 7، ونعطيكم كالعادة رأينا فيه بعد التجربة. أول حاجة ممكن أتكلم عنها بالنوت 7 هي التصميم اللي أشوفه جميل مع الشاشة المنحنية، ولكن هالمرة بزوايا أو أطراف أفضل من اللي شفناها بالجالكسي 7 إج، وكذلك مريحة أكثر بالاستخدام. وطبعا في زجاج من الخلف وتصميم مشابه بشكل كبير للجالكسي 7 ولكن أفضل من النوت 5 أكيد، خاصة من ناحية الأبعاد، واللي يعني إن تجربة الاستخدام بتكون أريح وأفضل باليد، ولكن مشكلة البصمات بتكون موجودة مثل اللي شفناها بالأجهزة السابقة. خلونا نروح شوي ونتكلم عن الأداء. طبعا بما انه اخر جهاز من سامسونج اكيد انه بيكون بافضل عتاد. لو بنتكلم عن الجرافيكس والاداء بشكل عام فهو رائع وما في اي مشاكل، سواء كنت تستخدم الجهاز بشكل عادي او من ناحيه الالعاب وغيرها من الامور، الا من ناحيه استهلاك الرام اللي احس ان النظام كاتم الرام شوي او بالاصح انه مستهلكها. وغير كذا طبعا ازعجني موضوع ان التطبيقات اللي بالخلفيه ما تعمل بشكل صحيح مثل الاول، وهذا احد الحلول طبعا اللي سامسونج حطتها بالجهاز عشان يسرع الاداء، ولكن كل حاجة أو تقريبا أغلب الحاجات اللي مثل زي كذا لازم لها مساوئها. النظام من الحاجات اللي أعجبتني أو الواجهة بالأصح لأنها تغيرت وصارت أجمل ومميزاتها أفضل، من ناحية دمج بعض التطبيقات مثل الملاحظات والشكل الجديد للإعدادات، وكذلك تم تطوير ميزة الـ Always On Display. والنوت 7 يعمل بنظام الأندرويد 6.0.1 مارشميلو، وبيكون أول هاتف من سامسونج يوصلوا تحديث الأندرويد 7 نوغا. القلم وما أدراك ما القلم اللي يعتبر أفضل ميزة أو الميزة الفارقة بسلسلة النوت، واللي حصل على تحسينات كثيرة أهمها تحسين دقة الكتابة، وطبعا صار مقاوم للماء مثله مثل الجهاز، وتقدر تكتب فيه تحت الماء أو بالأصح لو صرت بمكان في مطر أو شيء زي كذا بتقدر تكتب بشكل عادي. ويمكن أهم ميزة حبيتها بالقلم هي أنك تقدر تأخذ لقطة من أي فيديو وتحولها كصورة متحركة وتشاركها بالسوشيال ميديا، ومثل ما قال حسين بالفيديو اللي قبل يمديك تجلد فيها بتويتر. شاشة النوت 7 هي بحجم 5.7 انش بدقة الكواد اتش دي من نوع السوبر اموليد، ومن ناحية الدقة والالوان اقدر اقول انها افضل شاشة هاتف شفتها للان، وهذا الشيء طبعا معروف عن شاشات سامسونج. وتجي بطبقة حماية الغوريلا جلاس 5 اللي المفروض تكون مقاومة للكسر بشكل كبير، لكن للاسف من الاختبارات اللي شفناها فيه تنخدش بسرعة، لكن انا بركب عليها ستيكر واريح راسي. والاول مرة واخيرا من سامسونج شفنا منفذ اليو اس بي سي، كذلك السعة الداخلية اللي هي 64 جيجا، وشفنا بصمة العين واللي يتميز فيها فعلا النوت 7، لأن بصمة العين كانت سريعة جدا وما توقعتها صراحة بالجودة هذه، لأني جربتها بالإضاءة المنخفضة والعادية وكانت سريعة وأدائها فعال. فقط اللي هو مع أشعة الشمس القوية ممكن ما تعمل معك بشكل جيد، ولكن تقدر تحط بصمة إصبع أو رقم سري معها وتعيش. وكذلك سامسونج حاطة نفس التحذير، وكذلك مع النظارات أو العدسات، لكن جربناها مع النظارات وكانت سريعة ورهيبة، حتى ما راح تحس إنه يعني في بصمة عين. الصوت بالجهاز رهيب، خاصة ان سماعات السبيكر تجي تحت، وكذلك جودة الصوت بالمكالمات وغيرها ما فيها اي مشاكل. الكاميرا كذلك نقدر نقول انها من افضل الكاميرات حاليا، خاصة بعد التطوير اللي شفناه على تطبيق الكاميرا، صار الان اسهل واجمل، وكذلك انك توصل للخيارات بشكل اسرع، وهي طبعا بدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا الخلفية وتصور لك فيديو بدقة 4K، وعندنا الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل، وهذه بعض النماذج للتصوير وحتى بسناب شات جلست كذا يوم أجربها، ودقتها صراحة رهيبة ما فيها أي مشاكل، أو خلينا نقول إنها أفضل من كثير من الأجهزة أو من أجهزة الجالكسي، وهذا نموذج للتصوير من الجهاز. صور هذا الآن فيديو تجربة السناب شات من الجالكسي نوت 7، إن شاء الله كويس عاد، برسلوا الآيفون ونحافظه ونعرضه لكم بال. ومن المميزات بعد ان الجهاز يجي بمنفذ ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا، او تقدر تركب بدل الذاكرة الخارجية شريحة اتصال، وبكذا يكون عندك شريحتين اتصال. اخر حاجة اللي هي البطارية اللي تم زيادتها عن النوت 5 وصارت 3500 ملي امبير، وبما ان الجهاز جديد فالبطارية كده انها بتجلس معك وقت اطول، لكن انا جلست معاي مع الاستخدام المتوسط من 9 الى 10 او 11 ساعة، ومع الاستخدام المكثف 6 ساعات تقريبا اللي هو 4G سناب شات اربطها مع ساعة كل حاجة يعني. الجالكسي نوت 7 متوفر الآن بثلاث ألوان اللي هي الفضي والذهبي والأسود، وطبعا يجي بسعر 2899 ريال. صراحة أنا أنتظر اللون الأزرق لأنه معجبني جدا، وكانت هذه مراجعتنا للنوت 7 بالمميزات والعيوب اللي شفتها. أعطونا أنتم آراءكم وملاحظاتكم على النوت 7 وإيش أكثر ميزة حبيتوها بالجهاز، ونشوفكم على خير.